وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر. ضيفي الكريم، بعد التحيه، كيف قرات التوافق بين الرئيس السيسي ورئيسه الجمهوريه الهنديه حول العديد من الملفات سواء الثنائيه او الاقليميه؟ يعني اقول لحضرتك انه يمكن العلاقات اللي بتربط مصر بالهند، العلاقه القويه دي كان يمكن الزياره والدعوه اللي اختص بيها الهند الرئيس السيسي لحضور الاحتفال بيوم الجمهوريه، ويكون الاحتفال على شرف حضور السيد الرئيس. ده بيورينا قد ايه في حجم تطابق في الرؤى ما بين الدولتين وقوه علاقات ما بين الدولتين. يمكن في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت القضايا الاقتصاديه او القضايا السياسيه. على الجانب الاقتصادي كان في تعاون بين الدولتين، ويمكن في عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي تم توقيعها ما بين مصر والهند. وكمان على المستوى السياسي، يمكن كلمة الرئيس كانت بتوضح أهم القضايا اللي تم مناقشتها، سواء كانت الخاصة بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أو مكافحة الإرهاب، مواجهة الإرهاب، وأيضا الجزء الخاص بتنمية الدول النامية وإزاي تحقق أو تواجه التحديات اللي أثرت عليها بشكل كبير جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة للأزمة اللي العالم بدأ يواجهها سواء كان الخاصة بالغذاء أو بالطاقة، والرؤية المصرية وتطابقها مع الرؤية الهندية في هذا الملف، وحجم الاستثمارات الواعدة والتعاون ما بين الدولتين في قطاع الطاقة. طب إذا أستاذ محمد، في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر تعزيز التعاون بين البلدين؟ يعني على المستوى الاقتصادي، خليني أقول لحضرتك إنه يمكن الهند من الدول الرائدة في صناعة البرمجيات، وليها مكانة دولية في هذا الأمر. مصر لديها فرصة واعدة في هذا القطاع، ويمكن ده واضح من حجم البنية التحتية اللي قامت بيها مصر خلال الفترة اللي فاتت. هيبقى في تعاون في الفترة اللي جاية في قطاع البرمجيات بين مصر وبين الهند، كمان في قطاع البتروكيماويات. الهند من الدول المتقدمة بشكل كبير، ومصر عندها فرصة كبيرة جدا في هذا القطاع، خصوصا في منطقة العين السخنة. عندنا فرص للتعاون في هذا القطاع الخاص بالبتروكيماويات. نعم. في كمان الطاقة النظيفة، لأنه يمكن مصر حريصة بشكل كبير جدا في على إن هي يبقى في تعاون خاص بالطاقة النظيفة لتأثيره على التغير المناخي. احنا عندنا في يعني استثمارات متوقعها تصل لحوالي 8 مليار دولار ما بين مصر وبين الهند بخصوص الهيدروجين الاخضر. نعم. ودي برضو نقطه مهمه جدا. خلينا اقول لحضرتك كمان، يمكن اللقاء اللي ما بين السيد الرئيس وعدد من رجال الاعمال في الهند والفرص الاستثماريه. نعم. اللي موجوده لدى مصر هتدي دفعه كبيره جدا لحجم تعاون اقتصادي كبير خلال الفتره اللي جايه. نعم، الاستاذ محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.